صباح الخير عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة بما أننا في فصل الخريف، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. طمنينا على حالة الطقس النهاردة، خصوصا ان احنا لسه في فصل الخريف وفي تباين في درجات الحرارة الصبح من بالليل، وبنتأثر بمنخفضات جوية مختلفة. بالفعل اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 28 درجة مئوية. أغلب مصادر الكتل هواء قادمة من على البحر المتوسط مع مرتفع العروض الوسطى من جنوب غرب أوروبا، فبالتالي معتدلة بدرجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتجعل إحساسنا ب يعني نسب رطوبة أقل وانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. هنحس بالأجواء فترة النهار إن هي أجواء معتدلة الحرارة على محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، حارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل فرق كبير بين درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، وهنحس بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أول ساعات الليل أجواء بتكون لطيفة، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة. بدأنا نشعر بالبرودة في فترة الليل، بالإضافة كمان متوقع يكون مع فترات المساء يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيساعدنا أكثر على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء اللطيفة فترات المساء. كمان متوقع اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية على محافظات السواحل الشمالية زي طبعا مطروح، الإسكندرية، شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، كمان السواحل الشمالية الشرقية زي بورسعيد، دمياط، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة هنشوفها في مناطق والمناطق التانية لا. بالإضافة كمان الأجواء دي مستمرة معانا غدا إن شاء الله الجمعة، نفس هذه الأجواء واستمرار انخفاض درجات الحرارة. زي ما نوهنا مع حضراتكم الأمس، احنا منتظرين حالة من حالات التقلبات الجوية وحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتبدأ من مساء يوم السبت إن شاء الله، تبدأ على سواحلنا الغربية وهتمتد كمان لمحافظات الوجه البحري. هيكون معها فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، هتوصل لأمطار متوسطة على شمال البلاد، سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري. هيكون معها كمان انخفاض في درجات الحرارة إن شاء الله. غدا نذكر مع حضراتكم تفاصيل الحالة الجوية وكميات الأمطار بالضبط في كل منطقة من مناطق الجمهورية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 28 والصغرى 20، اسكندرية 27-20، العلمين الجديدة 27-20، مطروح 27-19، دمياط 27-22، بورسعيد 27-22، الإسماعيلية 29-21. السويس العظمى فيها 29 والصغرى 20، العريش 28-22، كاترين 27-14، طابة 29-22، حلايب 31-25، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 31-23، والغردقة 30-22. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 21، بني سويف العظمى فيها 29 والصغرى 19، الوادي الجديد 32-21، أسيوط 29-18، سوهاج 30-19، قنا 34-20، الأقصر 33-21، وأسوان العظمى 34 والصغرى 22. ونرجع تاني مرة تانية لشاذلي، نتابع معايا باقي فقرات صباح الخير يا مصر.